بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام في كل مكان، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في هذا البث التلفزي المباشر الذي يأتيكم من مدينة الرباط، واللقاء المرتقب بعد لحظات في ديربي رباطي خالص يجمع بين فريق الفتح الرياضي الرباطي وفريق الجيش الملكي عن الجولة رقم 15. نسير لسد الصفار على تفاصيل الشطر الأول من الدوري الاحترافي الوطني. الجانب المقابل كنشوفونا جمال السلامي مدربا لفريق الفتح الرياضي الرباطي. قلت ديربي الرباط وديربي العاصمة بامتياز بكل ما يحمل هذا الديربي بين الطرفين من بحث، من رغبة من أجل الحصول على 3 نقاط في واحدة من مباريات الدوري الاحترافي الوطني. اللاعب تميزوا والهدف الثالث من حسين الرحيمي، هكذا كانت المنافسة سوى المواجهة بين الطرفين. الآن تعطى ضربة البداية في ديربي الرباط بين الجيش الملكي والفتح الرياضي الرباطي، وننطلق وإياكم في 45 دقيقة الأولى من عمر هذه المواجهة. الجيش الملكي بقمصان الرسمية المعتادة الألوان الثلاث مع شوق الجماهير. محمد نصر الدين نبي المدرب الهادئ، المدرب الذي يعمل بصمت، المدرب الذي قليل الحديث، نعم قليل الحديث، لكن يظهر من المدربين الذين يسيرون بخطى ثابته ويقدم ايضا نفسه بصوره جيده رفقه فريق مرجعي، فريق بامكانيات كبيره، فريق الجيش الملكي. ما يقال على الجيش ممكن نقولوا ايضا على الفتح الرباطي، فريق اللي حاضر قوه. ينطلق الان كره اماميه، تصويبه تاتي بهذا الشكل وبهذه الطريقه، لعبات من امين عزري على الصوره اللي كان يبحث من خلالها للاستثمار للانطلاق للتصويب، لكن في اخر مطاف الى خارج الخط الخلفي للملعب. اللاعب اللي لعب هذه الكره بهذا الشكل بذكريه المنصوريه اليوم يحضر بقوه رقاب فريق الفتح الرياضي الرباط. الجمهور المتابع للدوري الاحترافي المستمتع. كره ملعوبه من جانب الكمان، عمليه المرور، الخطا والمخالفه يقول الحكم، ولاول مره في المباراه ستشهر البطاقه الصفراء بعد مضي 14 دقيقه. نعم تصفر في وجه القاسمي الذي يحصل على اول بطاقه صفراء في مباراه اليوم. شوفوا هنا المخالفه، طريقه على مستوى المراوغه. 16 هجمه لكل فريق، كره ملعوبه اماميه، تحضير تمريره عرضيه جانبيه، حارس المكان المناسب، كره من جديد، تصويبه، التعطير، التحضير، التصويب، والكره من جديد، جول. الجيش الملكي يسجل الاهداف، الجيش الملكي يفتتح التسجيل في مباراة اليوم. كرة لعبت داخل منطقة الجزاء، أخذ ورد، بعد ذلك يتضح القرار بتصويبة مباشرة صوب المرمى. سنتعرف عن المسجل في الوقت، نشوف اللقطة في المدرجات وكيف أتت الأمور في المدرجات. هادئ، هادئ نبي، هادئ نبي، والجيش سجل الهدف الأول. نصر الدين يظهر على أنه يتابع هذه المباراة بهدوء كبير، ببرودة أعصاب كبيرة. التصويبة التي أتت بهذه الشكل وبهذه الطريقة من جانب فريق الجيش الملكي لعبت داخل منطقة الجزاء. تابعنا يعني جلس لاميشنا المدربين يعني أكثر من مرة، لماذا الانفعالات ديالهم والطريقة ديال الحوار ديالهم في هذه المباراة. كرة أمامية للجيش الملكي، راسية، محاولة في الزاوية البعيدة، تنفذ، والعارضة الأفقية. إكمان حمزة كان بإمكانه أن يضع الكرة في الشباك، لعب الكرة اللي كانت بعيدة عليه بواحد الشكل، يعني ما كانش يتوقع أنه يوصل بهذه الطريقة، ولكن لمسها ومشات مباشرة. لاحظوا ارتطمت بالعارضة الأفقية وبالتالي تذهب هكذا أمام معاينة الحارس أيمن مجيد اللي تابع اللقطة. كرة مستمرة متواصلة بهذا الشكل من جانب فريق الجيش الملكي. خالد تورخان يلعب كرة ديالو أمامية، البحث على إكمان، الإنزال بهذا الشكل، إكمان ينطلق، يحاول يمر، يحاول يدخل، تصويبة ممتازة، جول، والهدف الثاني للجيش الملكي. إكمان يوقع ثاني الأهداف، إكمان يغير العنوان، إكمان يضع الكرة في شباك الفتح الرياضي الرباطي. أيمن مجيد لم يتمكن من إيقاف هذه الكرة، وبالتالي تصويبة مباشرة في شباك الفتح الرياضي الرباطي، هدفان مقابل شيء.
تغيرة النتيجة هنا في مدينة الرباط. ديربي الرباط يدار على أنه يسير ليبوح بأسرار عديدة ولتصويب أمام لاعبين اثنين. تصويب لعبات بهذا الشكل وبهذه الطريقة وبهذه الصورة. حمزة إكمال في صراع مع مصدق، ثم بعد ذلك تصويبة مباشرة، حوار مباشر بين من؟ بين حمزة إكمال وبين الحارس يدار أيمن مجيد في اللقطة الماضية. لعبت بهذه الشكل وبهذه الطريقة. هل يستمر المشوار أم أنه يتغير القرار؟ يستمر المشوار. تحقيق لدفاع لكرات في الخط الأمامي. كرة للجيش الأمريكي من أحمد حمودان ينطلق. أحمد حمودان يسير في هذه الكرة ولكن صافرة الحكم. يسير بوسليف تنهي تفاصيل الجولة الأولى بنتيجة معروفة، هدفان مقابل لا شيء. مشوار مستمر مشاهدي الكرام في هذه الجولة، الجولة الثانية، بأمال عريضة وبطموحات كبيرة وأيضا بندية تأتي بين الفريقان أو الفريقين معا. هذان يبحثان من أجل الظهور بصورة جيدة ومن أجل البصم على يعني الحضور القوي. يعطيها انطلاقة الجولة الثانية، الشوط الثاني من هذه المباراة يأتي في هذه اللحظات بهذه الشاكلة. كرة من جانب فريق الجيش الملكي ملعوبة على مستوى خط الوسط، البحث على الإمكانيات ديال الظهور بشكل جيد من جانب من ناجي. ناجي يلعب الكرة ديالو لإيمانويل. إيمانويل يختار كرة في الجهة اليسرى ينطلق، ولاعب يلعب في الرواق الأيسر وفي الجهة اليسرى يبحث عن تمريرة عرضية. تواجد بشكل مهم جدا من جانب لاعب المسن الذي يوقد الموقف ويبعد الكرة صوب الخط الجانبي. إذا الحكم كيقول كرة في الزاوية لصالح فريق الجيش الملكي. تنفذ داخل منطقة الجزاء، تحضير تطير راسية إلى خارج الخط الخلفي للملعب. صعود ديال العربي الناجين اللي ما كانش كيتوقع الكرة انها غتجيب بهذا الشكل هذا، واستثمار ديالها في اخر المطاف بهدف اللي جاب هذه الكرة اللي مشات فوق المرمى. من جديد لصالح فريق الجيش الملكي. انطلاقة هجومية من جانب لاعب احمد حمودان، دخول داخل منطقة الجزاء، تمريرة عرضية، فرصة، هدف. هدف ثالث في المباراة للجيش الملكي. المواقع حمزة إكمان يسجل ثاني أهدافه في هذا اللقاء. تمريرة عرضية جانبية، استثمار هذه الكرة بشكل ممتاز. لكن بشكل هو كانت الكرة تلعبات الجهة اليمنى بهذا الشكل، ثم بعد ذلك تمرير عرضي، ثم هنا الاستثمار ديال هذه الكرة. إذن إكمان يسجل ثاني الأهداف بالنسبة له، والهدف الثالث لفريق الجيش الملكي. إذن لازال الترقب سيد الموقف. يستأنف المشوار ويتم تأكيد القرار. ثلاثة ديال الأهداف مقابل لا شيء. مراوغة ديال حاتم الصوابي. لاحظوا المدافع كيف يراوغ المهاجم واخد الجرأة. بناء هكذا كرات، هذه انطلاقة عملية هجومية من جانب حدراف. حدراف كي غير تماما اتجاه أحمد حمودان. انطلاقة ديالو مرور مراوغة داخل منطقة الجزاء، سقوط. حكم يتابع اللقطة الماضية يشوف بأنه كان فيها تمويه. تالي بطاقة لأحمد حمودان. غادي يتابعوا اللقطة، غادي يتابعوا اللقطة. غرفة الفار فيها هشام تبتماني، وأيضا غيمشي يشوف شاشة الفار. غادي يمشي يشوف شاشة الفار أحمد أزرزاي وأيضا هشام تبسماني في غرفة الفار. طلبوا من الحكم أنه يمشي يحكم على اللقطة، لأن ياسين بوسليم اعتبر أحمد حمودان قام بعملية ديال التمويه، وكان يسير لتوجيه بطاقة صفراء. إذا ياسين بوسليم الآن أمام شاشة الفار لرؤية اللقطة. شوفوا هنا اللقطة المقترحة للحكم. لاحظوا هنا عملية ديال المرور. ورد الفعل ديال الحارس. خدش وقت كثير ياسين بوسليم، خذ القرار ديالو، خلى رقعة الملعب. ماذا يعلن؟
يقر بضربة جزاء، يقر بضربة جزاء ويلغي البطاقة الصفراء. إذن ضربة جزاء لصالح فريق الجيش الملكي. لاحظوا أحمد حمودان يصافح الحكم. لاحظوا هنا بمدينة الرباط ازداد الصفار على الشطر الأول للدوري الاحترافي الوطني. ملعب مولاي الحسن، جماهير فريق الجيش الملكي المنتشي والسعيدة بهذا التقدم، هي السعيدة تفيد أجواء احتفالية كبيرة من جماهير فريق الجيش الملكي بحثا عن لقب الخريف. مشوار مستمر، حمزة إيغمان كيتقدم، يتقدم يضع الكرة في المرمى. رابع الأهداف، رابع الأهداف باحتفالية كبيرة في المدرجات، ومتابعة من حمزة إيغمان المعلن عن رابع الأهداف للجيش الملكي. الجيش الملكي الذي انطلق بشكل خوي في هذه المباراة، واصل المشوار بعزيمة. هنا إيغمان، هنا الانطلاقة، هنا وضع الكرة في الشباك بكل هدوء. نتحدث عن الهدف الثالث لحمزة إيغمان، هاتريك لهذا اللاعب في مباراة اليوم. سجل ثلاثة ديال الأهداف بإمضاء شخصي، بالإضافة للهدف الأول اللي سجلوه العميد. هذه أجواء ديال الملعب مولاي الحسن مدينة الرباط، ديربي صراحة ممتع بكل ما تحمل الكلمة من معنى، لا على مستوى الأهداف لا على مستوى الفرشة الجماهيرية. المتابعة واحدة من مباريات الدوري الاحترافي. مولاي بوتويل الذي يتابع تفاصيل مباراة اليوم. نفذات هذه الكرة الأمامية، تحضير حمزة النوري، فرصة، فرصة ديال التسجيل، مستمرة العملية. الجيش الملكي يستميت دفاعيا وينقذ مرمى من هدف محقق. الكرة اللي كانت في حوار من نار إن صح التعبير بين من؟ بين النوري اللي كان في وضعيه وجه لوجه امام الحارس. تابعوا العمليه الهجوميه، متاج حمزه النوري، فرصه وكيسجل هدف. لا يستسلم هذا اللاعب، يضع الكره في المرمى معلنا عن الهدف الاول في مباراه اليوم. لاحظنا الطريقه كيف جات العمليه الهجوميه ديال فريق الفتحيه ديال الرباطي، ما استسلموش، كملوا الكره ديالهم حتى اخر رماق، ويسجل هدف في شباك الحارس ايوب الخياطي. لاحظوا الطريقه، كره تعبات اماميه، تمريرة بالمقاس من جانب نناح، وضع الكرة ديالو بشكل جيد لحمزة النوري، والإيقاع المتحرك دائما تتبعه الفرجة. كرة خط وسط، انطلاقة بشكل من نناح، تمريرة أمامية، فرصة في الخط الأمامي، تسويبا مباشرة صوب الحارس. لعب هكذا كرات في الخط الأمامي رضا العلوي، واللاعب اللي صوب الكرة ديالو مشات مباشرة صوب الحارس اللي تمكن من إيقافها بكل سهولة. تنتهي في هذه اللحظات مشاهدينا الكرام مباراة اليوم، معلنة الجيش الملكي منتصرا وبطلا. نعم، في مباراة تميزت بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، خمسة أهداف كاملة، مصافحة المدربين معا عقب نهاية هذه المباراة.